أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في قولنا إن فلانا شهيد، فإنه يكثر في الآونة الأخيرة ذكر هذه الكلمة؟ كذلك لا نحكم بأن فلانا شهيدا إلا ما دل عليه الدليل، أما غيره فنحن نرجو له الشهادة، نرجو، ما نقول شهيد، نقول نرجو له الشهادة، لأن يعني الحكم بأنه شهيد يحتاج إلى معرفة قصده. هل هو يقاتل لإعلاء كلمة الله؟ هل القتال هذا مشروع ولا غير مشروع؟ هو كل من قتل في يقال شهيد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.